خليني ارحب بسيادة النائب اكمل نجاتي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا بيك. طلعتوا بيان النهارده تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، طلعتوا بيان النهارده سيادة النائب اكمل. قول لي، عايزين نعرف الناس انتوا عملتوا ايه من امبارح وبتعملوا ايه وهتعملوا ايه في حادث القطار، قطار سوهاج، هذا الحادث الموجع. طبعا خالص تعازي لاهلنا في سوهاج، ويعني للاثر الحادث الاليم ده، وطبعا تمنياتنا بالشفاء للمصابين. احنا كتنسيقية اصدرنا بيان طبعا بنعزي يعني اهلنا في سوهاج، وفي نفس الوقت احنا كمان هنستخدم الياتنا البرلمانية من نوابنا بكرة في مجموعة من طلبات الاحاطة مقدمة للسيد وزير النقل لمراجعة عملية تطوير منظومة السكك الحديدية ومراجعة سياسات الوزارة فيما تم، لان طبعا في دعم غير محدود تم من قبل السيد الرئيس، وتم توفير اعتمادات ماليه لتطوير منظومه السكه الحديد. فده مش طبيعي ان ده يكون الناتج بتاعه. فطبعا بكره في مجلس النواب، نوابنا من التنسيقيه قدموا مجموعه كبيره من طلبات الاحاطه للسيد الوزير. يعني اكتر من طلب احاطه مقدم. طبعا اكتر من طلب احاطه لوزير النقل. نعم. نوابنا من التنسيقية من مجموعة من الأحزاب ومن المستقلين. ففي حرية أن كل ممثل لحزبه ولتيار يقدم طلب إحاطة، وكل طلب إحاطة فيه نوع من الأسئلة المختلفة، لأن الموضوع يجب مراجعته مراجعة شاملة. في مجهود كبير جدا من وزارة النقل للتطوير، لكن ده حق شرعي للبرلمان، وهو مراجعة السياسات ومراجعة الأداء، وده لازم تتقبله الحكومة بصدر رحب وتدينا نتائج، لأن الشعب انتخبنا علشان نكون رقباء على الحكومة ونساعد كمان في التطوير. والموضوع مش ان احنا الحكومة الحقيقة ملهاش انها تعترض على استخدام الأدوات البرلمانية. لا مش تعترض، بس والحكومة ما بتعترضش، واحنا تجربتنا من ساعة يعني انعقاد البرلمان واحنا الحكومة مستجيبة كمان في الملاحظات. وكمان مجلس الشيوخ سيتقدم كمان بنوابنا في التنسيقية من مجلس الشيوخ، سيتقدموا بدراسات لتطوير منظومة النقل في كل مراحلها علشان نقدر المتخصصين نساعد كمان بنشارك في الرقابة وفي المساعدة للوزارة في صنع السياسات أو تحسينها وتطويرها. لا حضرتك سمعني سيادة النائب أكمل، حضرتك سمعني مش كده؟ أنا سامعك. هل في متخصصين، يعني اللي أنا فهمته من حضرتك إن في متخصصين في مجال النقل في مجلس الشيوخ هيتم دراسة الموقف بشكل عام لمرفق النقل ولا إيه؟ طبعا في، أولا إحنا في مجلس الشيوخ في متخصصين في النقل، وفي يعني في أعضاء كمان كان لديهم خبرة كبيرة في النقل بعمومه، ثم سنفتح لجان استماع للخبراء ليدلوا بدلوهم ونسمع الخبرات والخبرات المصرية، وكمان نستطيع ان احنا محتاجين تسمعهم في ايه؟ ازاي التطوير يتم بمنهجية، نعمل التطوير دون ان المرفق نفسه يتعطل، لان في بعض الافكار عشان اقدر اعمل تطوير مستمر وسريع لازم اوقف المرفق. في نظرية بتقول كده، وفي مدارس ثانية بتقول ان انا التطوير بالمتوازي مع تشغيل المرفق، لان ده مرفق من اهم المرافق اللي بتخدم. انا بتصور ان هو ده القائم دلوقتي، انا بتصور ان هو ده القائم دلوقتي، بس نتائجه. طب هل انا لو استخدمت استراتيجيات اخرى برضو والمرفق شغال هل ده يسرع لي الايقاع؟ طب هل استخدم نظام ان انا اشتغل بيه اخد المحافظات الاولى مثلا او اللي دايما بيحصل فيها حوادث ابتدي اشتغل فيها؟ هشتغل تدريجي ولا اشتغل بنقطة الحدث ثم ارجع بالخلف الورا مثلا لغاية العاصمة؟ يعني في استراتيجيات كتيرة، خبراء النقل هما الاولى ان هما يعرضوها لنا، واحنا بدورنا التشريعي ان احنا نصيغ ده بما يساعد الحكومة بما يخدم المواطن البسيط. تمام، بشكرك سيادة النائب، بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك فندم. ده شغل التنسيقية.